طلاب السادس الابتدائي، اليوم راح اشرح لكم شكو سؤال وزاري جاي يخص المعاني وحله، نشرحه ونحل، اللي هو السؤال اللي يخص الماتشنج، اللي هو تربط سؤال بسؤال، واللي هو عندك كلمات فوق ننزلهم جوه. شكو سؤال وزاري جاي راح احل لكم اياه وراح تشوفون ان شاء الله. طبعا مثل ما تشوفون عندك ايضا هذه الكلمات اللي تنزلها جوه، ايضا هذه كلش مهمة وراح نشرح لكم اياها. اترككم مع الفيديو واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نبدأ على بركة الله. اليوم احنا نتكلم عن المعاني ونشوف شلون جاي الاسئلة وشلون نحلها وشنو الاشياء المهمة. خليكم وياي. هنا عندي كلمات فوق، هذا السؤال يقول use word in the books to complete the sentence. نعطينا كلمات فوق وريد نكملها. teacher مدرس، operations عمليات، China الصين، denim قماش، وtree معناها شجرة. نعطينا خمس كلمات وأنا لازم أنزل المعنى. طيب اليوم أنت طبعا بالامتحان ماكو عندك هاي الترجمة، بالامتحان هاي الترجمة ماكو، أنا حاط لك إياها على مود تقراها بس حتى فهمك شلون تجي الأسئلة. جتني الجملة هان، نشوف هان is from، from معناها من، هان من مدرس، هان من عمليات، هان من الصين، يعني أطبق عليها وحدة وحدة. هان from China، زين أنت ما قاريهن هس اقراهن، احفظ لي هذين الكلمات الفوق، تحفظ لي اياهن مثل اسمك من خلال الكتابة أكثر من مرة. teacher مدرس، أعيدها teacher مدرس، teacher مدرس، teacher مدرس. operation 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 operation، عيد وياي. اوبر قول اوبر، اوبر ايشن ايشن اوبريشن. ثاني شيء من نشوف كلمة grow up، يعني من اكبر الواحد من يكبر شي يريد يصير، يريد يصير عمليات، يريد يصير صين، يريد يصير قماش قطني، يريد يصير شجرة، يريد يصير مدرس، ويصير تيجر مدرس. ثلاثة ربر يعني مطاط، مطاط المدرس، لا مطاط احنا اخذناها المدرس اصلا، عمليات اخذناها، الصين ايضا اخذناها، العمليات بعدنا ما اخذناها، دينا وقماش قطني. اذا المطاط هو نصنع من عنده القماش القطني. طيب ظليت ما متأكد من عده، لا المطاط من القماش القطني، لا مو عوفه عوفه لا تحله، جتك وحدة عوف. فرابعا قال لي سيرجن، تحفظ لي كلمة سيرجن اللي هي الجراح، الجراح شو يسوي؟ يسوي عمليات، يسوي عمليات، أو تقدر تقول الدكتور، دكتور يعني عادي، دكتور هو من يقوم يسوي عمليات. طيب عندك آخر شيء جينز، جينز ميد أوف، جينز مصنوع من القماش القطني، ظلت لك وحدة هي اللي هي المطاط مصنوع من الشجر، يأتي المطاط من الشجر. فهيك راح تقول هان فروم تشاينا، جرو اب اكبر مدرس، جراح عمليات، جينز سير ربر المطاط ياتي من الشجره من الشجر، والسيرجن قلنا الجراح اللي هو عمليات، وجينز اللي هي made of jeans مصنوع من الدينم مصنوع من قماش قطني. يعني انت بني تريد تحل ترقم وتحل ومثل ما تشوف قدامك، انا بترجم الكيان تجي انت تحل وتحفظه. نجي على هذا التمرين الثاني، فوتبولر، فوتبول هو لاعب كرة القدم، نايس يعني جيد جيد، كيلو هو كيلو، جمبر سترة او بلوزة بلوزة، وستي يعني مدينة. اجي اقرأ الجملة، I am wearing، أنا ألبس، ما عرفت شنو معناها عوف. أجعلها الثانية، بابل، بابل هي شنو؟ بابل هي لاعب كرة القدم؟ لا، لاعب هي جيد، بابل هي جيد؟ لا، بابل هي كيلو؟ لا، بابل هي بلوزة؟ لا، بابل هي مدينة؟ نعم. إذن هنا نريد حل، راح أكتب هنا سيتي، راح أكتب هنا سيتي، كتبنا هنا سيتي. رقم اثنين، فود الطعام، الطعام شبيه، لا الطعام لاعب كرة القدم، الطعام جيد، نعم نايس.
I'd like apples تفاحة. أجي اللي أخذتهن بعد نتركهن. يقول like apples تفاحات، يعني كيلو من التفاح، كيلو من التفاح. إذا راح نكتب هنا كيلو. My father is، والدي هو، كلمة نايس أخذناها، كيلو أخذناها، والسيتي أخذناها. بقت عندي بس البلوزة، وبقت عندي لاعب كرة القدم. والدي بلوزة، لا والدي هو إيش؟ فوتبولر، لاعب كرة القدم. راح أقول هنا فوتبولر. الأولى قال I am wearing، wear يعني يلبس، ما بقت هي بس هاي أيضا اللي هي الجمبر، فهيج الحل، هيجي الحل. تحفظ لي اياها مثل اسمك، ذني حفظ حفظ. تعرف شنو يعني حفظ؟ يعني كلش مهمات، كلش مهمات. مفتاح الحل اللي بالاخضر، وير يرتدي جمبر اللي هي انا ارتدي سترة. التمرين اللي بعده عندي دراور جوب، هيومنز اللي هي البشر، انسيف يعني خطير غير امن، امن، جرو يعني نزرع، واكسبنسيف معناها غالي. ترى هاي الترجمة ما تجيك، انت لازم تحفظها، انت اللي لازم تحفظها. طيب يقول وي رايس، رايس يعني رز، احنا شو نسوي للرز؟ جرو نزرعه. اذا هنا راح اجي اكتب جرو، واريدك تحفظ اياها. جرو يزرع، جرو يزرع الرز، وي جرو رز، وي جرو رز، رايس هي تلفظ، رايس يعني الرز، وي جرو رايس، وي جرو رايس. طيب ثلاثة، كمبيوتر، هذا الكمبيوتر هو، this computer is، اجي هنا دراوزرز جيوب، جاب الكمبيوتر على جيوب. بشر خطير، ايش اللي علاقة؟ الحاسوب خطير، ما له علاقة. الحاسوب نزرع، نزرع احنا اصلا اخذناها. بقت لي اكسبنسيف، اذا هذا الحاسوب هو ايش؟ راح اجي اقول اكس expensive. This computer is too expensive. يعني هذا هو غالي. طيب نجي في المستقبل، in the future I think، أنا أعتقد go to Mars، يذهب إلى المريخ. من هو اللي يذهب إلى المريخ؟ Mars معناها مريخ، وهذه الكلمة مهمة حفظوا ليها. Mars أيضا معناها مريخ، و go يعني يذهب. حلو. طيب هذا وينها معناها، أنا أترجم لك إياها حتى تسهل عليك أصلا. نجي نريد نحلها، نجي جيوب إلى المريخ، لا يذهب إلى المريخ، خطير يذهب إلى المريخ. نزرع أخذناها، expensive أخذناها، بقت humans، humans اللي هي البشر، إن اللي بشر راح يروحون للمريخ هيك يعني. طيب اللي بعدها the desk، desk يعني مكتب، هذا المكتب إيش بيه؟ هذا يمتلك، يمتلك غالي، غالي أخذناها. grow بقت لي drawers واللي هي معناها جيوب، واللي هي معناها جيوب. من أجيب كلمة desk، desk يعني معناها مكتب، حفظ ليها. طيب هنا it is to put your personal information online. من أشوف كلمة information online يعني معلومات على الإنترنت، شنو المعلومات إذا كانت معلوماتك على الإنترنت؟ هذا الموضوع شنو؟ هذا الموضوع خطير، unsafe. إذن أنا راح أجي وأكتب هنا بالحل unsafe. شلون عرفتنا مفتاح الحل؟ من information online، معلومات online يعني معلومات على الإنترنت، information online. السؤال اللي بعده، هنا السؤال اللي بعده عندي سيف يعني آمن، كول cool يعني رائع، بايلوت يعني طيار، بلانيت يعني كوكب، وتمبريتشر يعني درجة حرارة. تمب شو قول؟ تمبرر قول، تمبر تمبر، تمبريتشر تمبريتشر، تم بروتشر بروتشر بروتشر، تم بروتشر تم بروتشر، تم بروتشر تمبريتشر. طيب نجي على هذا التمرين. اولا عندي هنا المشتري اللي هو كوكب المشتري، يعني هذه الكلمة هي مفتاح الحل. من يقول لي جوبتا
جوبتر معناها المشتري، أو قل لي ميرس المريخ. المريخ هو إيش؟ شنو هو؟ طيب ما عرفته اترك. طيب نيان قايل لي فاذر، اللي يقول الأب هو شنو هو؟ الأب سيف رائع طيار كوكب حرارة. الأب هو شنو هو؟ طيار. إذن هنا راح أجي للحل وأكتب هنا pilot. لازم تحفظ لي هذني الكلمات، لازم تحفظهن هذني كلهن، كلش مهمات. يقول his is going up، والله ما عرفت. عوف أجي على اللي بعد. يقول هنا بهاي النقطة wall معناها الصوف. الصوف هو شنو؟ إز هم ما عرفت. عوف عادي والله. خمسة يقول stay at home school online يعني على الانترنت. طيب كن ايش؟ كن رائع، كن امن، كن حذر، كن طيار، كن كوكب ايش؟ اذا هنا اقول لك كن safe. stay safe يعني خليك على امان، يعني خذ حذرك. هاي تجي مع بعض stay safe. خلصنا من هاي، نرجع نو ونعيد من البداية. جوبيتر يعني المشتري. المشتري هو شنو؟ المشتري هو ايش؟ planet كوكب. اذا راح اجي هنا واخلي بهذا الفراغ planet وهو كوكب planet. طيب هسه راح تجيني الثالثة. طبعا انا حليتها هسه هواي، فراح اقول الثالثة his is going up. going up يعني ترتفع. كلمة going up ترتفع، وانت لازم تحفظ ليها، هاي مفتاح الحل. يعني هذين التمرينات انا مو بس احلهن، احنا لازم نحفظهن. going up ترتفع، وعندي حرارة. اذا هنا ايش راح اقول؟ راح اجي التمبريتر اجيبها خليها هنا. اذا هنا راح اقول كملها كاملة temperature مثل ما هي، بس هنا اريدك لا تنسى temperature درجة حرارة going up يرتفع، temperature درجة حرارة going up يرتفع. حتى هذين الكلمات father pilot، الاب هو طيار، father pilot. اريدك تحفظ لي كلمة father الاب وياها pilot. father up pilot طيار، father up pilot طيار. jupiter planet. طيب عندك wall صوف، ايش بقى لي؟ cool. wall هو رائع هيك. wall cool. الصوف رائع. wall cool الصوف رائع. safe امن، safe online. stay safe online، كن على مأمن او كن حذر على الانترنت. يعني دير بالك على الانترنت، لا تنشر صورك، لا تنشر صور العائلة، لا تنشر كلمة السر هيك. التمرين اللي بعده اريدك تركز لي عليه. عندك هنا كلمة communicate يتواصل. communicate شوية ذا صعبات بس مو مشكلة. communicate يتواصل. IT programmer مبرمج. star يعني نجمة، star نجمة. rapper يعني مطاط. وعندك هنا collocation. هنا احفظي relations. collocation. ظل تعيد بيها لحد ما تحفظها. نجي الجملة الأولى. طبعا هذه الكلمات أنا أحفظ معناها، هذه الكلمات فوق راح نحفظ معناها. نحفظ حلو. نجي هنا جوا المنزل، والله أنا ما أعرف شنو معناها، بس عندي كلمة sun
شمس، ها هي مفتاح الحل، اريدك تحفظ اياه. من شفت كلمة صن شمس ادور على الحل. الجواب عليه يتواصل مبرمج نجمة مطاط كالوكيشنز حسابات. اذا الشيء القريب الوحيد هو نجمة. اذا هنا راح اجي واكتب الحل هنا ستار. طيب ليش؟ لان اقرب حل عليها هو نجمة، اقرب حل عليها هو نجمة. واريدك تحفظ لي ستار نجمة وصن شمس، ستار نجمة وصن شمس. الجملة الثانية سمارت فون، سمارت فون معناها هاتف، التليفون هو ايش؟ ما اعرف شو المعنى، اعوفه. ثلاثة قال تاير، تاير يعني تيارات، تيارات ميد فروم، مصنوعة من، تيار من مصنوع هو الربر اللي هو المطاط. اذا راح اجي هنا اكتب ربر اللي هو المطاط. حلو. اللي بعدها عندي ماث، هاي كلمة ماث بداية هاي ماث، ماث معناها رياضيات. نشوف كلمة ماث رياضيات بدون ما أفكر، قبل كالوكيشنز اللي هي الحسابات، لأن أنا عندي رياضيات فعندي كالوكيشنز يعني حسابات، فراح أجي هنا وأكتب هنا هذه كالوكيشنز، أنزل الحل هنا كالوكيشنز مثل ما هو وإلى آخره. اللي بعدها قايل in the future I think في المستقبل I will be، I will be سوف أكون. من أشوف كلمة I will be يعني سوف أكون، I will be معناها أنا راح أصير هيجي، مباشرة أدور على فتشي يعني وظيفة، راح أكون إيش؟ I will be يتواصل programmer، مبرمج IT programmer، فراح أجي هنا أقول له IT programmer ونزل الحل مثل ما هو. طيب ما بقت غير واحدة هي فقط، وهي سمارت فون، التليفونات كوميونيكيت بها تواصل يعني يتواصل، التليفونات احنا بها نتواصل يعني هيك انت لازم تحل، هيك انت لازم تحل. فمن نشوف كلمة سمارت فون هواتف تقول له كوميونيكيت واللي هي معناها يتواصل. نجي على التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده هنا يقول ووك يمشي، لايك بحيرة، كلودي غائم، بيدروم غرفة النوم، ولفت يعني معناها على جهة اليسار. طيب اجي اريد احل، نجي على الجملة الاولى I am writing، انا اكتب ان، انا اكتب بمن ما اعرف، انا حاير بين غرفة النوم لو باليسار، اترك اعوف اعوف خلي اخر شيء وبعدين ارجع لي. طيب يقول the playground is on the on the on the يعني على، على ايش؟ على جهة اليسار. اذا هنا راح اجي اكتب هنا on left، بعدين خلينا نقول هو مو جهة اليسار، تعالوا نطبق انا وياكم. playground play هو يلعب، ملعب playground يعني الارضية مال الملعب او الملعب. طيب الارضية يمشي، ايش جاب الارضية على يمشي؟ الارضية بحيرة، الارضية غائم، الأرضية غرفة نوم، الأرضية على اليسار، أها on على on the left يعني على اليسار. إذا هنا راح أجي من أريد أكتب راح أكتب on left، فأني هاي جملة حليتها left، حتى لو أنا ما مقتنع ما أدري شنو، بس أنت طبق عليها البقية كليتها، طبق عليها قول هاي هيج ما ترى، بس أنت لازم تحفظ لي هذين الكلمات الفوق على مود من تجيك بالامتحان تتذكر. الجملة اللي بعده يقول لما، لما هي شبيهة could when she was two، لما هي شبيهة، لما بحيرة، لما غائم، لما غرفة نوم، لما يسار، لما تمشي يمشي أو تمشي. إذن راح أقول لما walk اللي هي معناها يمشي، اللي هي معناها يمشي، فهذه عندي كلمة walk يمشي. أربعة قال لي swimming، swimming يعني يسبح، swimming in the، وين اللي يسبح؟ وين يسبح؟ بالبحيرة in the lake، فأنا راح أجي هنا وأكتب له بالحال lake اللي هي معناها بحيرة. I'm swimming in the lake يعني أنا أسبح في البحر. آخر شيء قال لي autumn، autumn يعني خريف، شهر الخريف، بالشهر الخريف شنو شو يصير؟ يمشي أخذناها، lake أخذناها، لفت اخذناها، بقعت له غرفة نوم لو غائم، مبين الخريف هو شي يصير بي دائما هذا وانا اشوفه. فراح اجاني واقول له كلودي يعني غائم،
كلاود يعني، بقت له هي بس I am writing، يعني أنا أكتب أحل الواجب. وين؟ غرفة نومي، بيد روم، بيد روم. أكتب الحل مالتي دائما بغرفة النوم. فهاي حليناها. شلون حليناها؟ من حلينا البقية وهاي فتحنا. تمرين اللي بعده، السؤال الخامس. عندي هذا التمرين، أي أجي طبعا هاي من تريد تحله أنت، يعني نفس الحالة. كلمات الفوق هذين لازم تحفظهم. unsafe يعني غير آمن، wash يعني تغسل، star يعني نجمة، farmers يعني فلاحين، planet يعني كوكب. أجي على هاي الجملة. طبعا عندي أنا هنا كلمة hand، hand معناها يد. أجي أدور وياه شنو هو اللي عندي هنا يخص اليد؟ غير آمن، الكوكب، الفلاحين، النجمة اللي يغسل. مباشرة أقول هنا بالحل، طالما عندي يد، يديك، يديك يعني هاند يعني يد. كلمة هاند دائما يد، احفظها، هاند يد. طيب إذا هنا راح أكتب ووش واللي هي معناها يغسل. طيب هذه ووش واللي معناها يغسل. السؤال الثاني، grand parents. كلمة grand parents احنا نعرفها واللي هي معناها اجداد يعني جد. طيب الجد شبيه، الجد غير آمن، الجد يغسل، الجد نجمة، الجد الاجداد فلاحين. مباشرة راح اقول الحل هنا farmers. شنو مفتاح الحل؟ مفتاح الحل هو كلمة grand parents. الثالث، من قال لي information online، معلومات على الانترنت، اقول له unsafe يعني غير امن، يعني هذا شيء مو امن اذا تحط معلوماتك على الانترنت، unsafe. اللي بعدها، قال لي القطن، cotton comes from، القطن يجيني منين؟ ما عرفت. عوف اروح على الخامسة، قال لي the home، المنزل، sun، من شفت sun شمس؟ من شفت sun شمس؟ هنا صن شمس. مباشرة أقول له أني planet واللي هي معناها كوكب، planet واللي هي معناها كوكب. كلمة تريد كانت مو واضحة، بحطيت لكم إياها سبين لكم إياها. طيب بعدين قال الكتن، القطن يجيني منين؟ كتن comes from. حتى إذا أجتني plant، طبعا كلمة plant نبات، خلينا أوضح لكم في شغلة مهمة. خلينا نوضح لكم فد شغله مهمه كلش. لو اجينا على كلمه plant، دقيق عفوا، plant معناها نبات، planet معناها كوكب، فلازم تميز هل هي planet كوكب، هل هي لو هي plant. اذا اكو اي هذه كوكب، اذا ما اكو اي فهذه نبات. هسه عندي plant او مرات تري شجره حسب ما موجود عندك بالسؤال. هنا القطن منين جاي؟ جاني من البلانت اللي هو النبات، بلانت. تمرين اللي بعد، عندي كلمة chicken معناها دجاج، market يعني سوق، lake يعني بحيرة، sharks يعني أسماك القرش، وريني معناها ممطر. طيب أجي عليهم وحدة وحدة. من أشوف كلمة باي، يشتري، باي يعني يشتري، معناها يشتري، هاي مفتاح الحل احفظها، باي يشتري. شنو اللي يشتري؟ اقول له ماركت سوق. اجي هنا راح اكتب هنا بالحل ماركت، راح نحل هنا، نكتب هنا ماركت. اثنين، عندي كلمة I have got an umbrella، umbrella يعني مظلة، بل انت قريتها ونسيتها، عوفة لا تحلها. they like، انهم يحبون رز، رز. نشوف كلمة رز، رز يعني أقرب كلمة عليها إيش؟ الرز، مطار، قريش، بحيرة، سوق، دجاج، يعني دجاج، يعني تمن دجاج وتمن دجاج. إذن هنا راح أجيب الحل، هنا راح أقول chicken، هاي chicken. طيب نجي على اللي بعد، قال لي swimming، من شفت swimming يسبح؟ أقول له lake، بحيرة. نجي هنا نكتب بالحل هنا ليك واللي معناها بحيرة. طيب آخر شيء، great white، white water ماء، من هو اللي يعيش بالماء؟ water، أقول له sharks يعني قرش.
شاردز يعني قريش، ما بقت لي الأمبريلا اللي هي يعني مظلة، ولا راح أقول عليها مطر لأن أنا أحتاجها بالمطر. السؤال اللي بعده عندي أيضا كلمات فوق وننزلها حسب المعنى اللي جوا. تري شجرة، تريز أشجار، فارمر فلاح، بلانيت كوكب، سوسبان مقلاة، أنسيف غير آمن. نجي على الجملة الأولى، من شفت كلمة إيرث اللي معناها أرض أختار مباشرة كوكب. ثانية، it is إنها information online، من شفت كلمة information online أقول unsafe unsafe يعني غير آمن. ثلاثة، من شفت كلمة farm مزرعة أقول farmer واللي هي معناها مزارع أو فلاح. من شفت hot حار hot حار مباشرة بدون ما تفكر تقول الهوت حارة حار إلا المقلاة، المقلاة دائما تصير حار. وآخر شيء عندي wood comes from واللي هي الخشب مصنوع منين؟ من الشجر، من الشجر. لا تنسى planet كوكب، plant نبات، ركز لي عليها. كلمة اللي بعدها عندك big كبير، temperature حرارة، trees أشجار، why house wife ربة منزل Chinese يعني صيني. قال لي هان شبي هو big حرارة أشجار ربة منزل لو صيني، هان هو صيني Chinese. إذن هنا بالحل أنا راح أكتب Chinese. اللي بعده قال لي وود الخشب هو إيش، منين يجي الخشب؟ من الأشجار trees، إذن راح أجي هنا أكتب trees. The desk is to هذا المكتب شوي is to والله ما عرفت أعوف. قال لي أمي my mother الأم، من نشوف mother أم أقول له يابا هي ربة منزل housewife يعني الأم. إيش الأم؟ حرارة، الأم أشجار، الأم صيني، أشجاب هاي. طيب من أشوف كلمة بيت يعني سرير، من أشوف بيت سرير، سرير إيش راح أختار وياها؟ وعندي عفوا كلمة going up أيضا أخذناها قبل شوية من ساعة، going up يعني ترتفع، شنو هي اللي ترتفع؟ درجة الحرارة. وطبعا هنا يروح للبيت للسرير للفراش، فراح أقول له يابا هي هنا الحل temperature يعني درجة الحرارة. بقت لي الديسك شبي، ما بقت لي غير بس بيك، اجي هنا راح اختار على بيك. هذين الكلمات لازم نحفظن مثل اسمك، كلش مهمة. شوف مرات شلون يجيب لك اياها بالامتحان. شارك قرش، قال لك سي لو سي، يا هي من عندهم البحر، هذه سي بحر وهذه سيارة، فانت لازم تحفظ لي شارك القرش وسي بحر، شارك قرش سي بحر، شارك قرش سي بحر. اللي بعدها ريد يقرأ ورايد يركب، من قال لي بايك يعني بايسيكل أقول له رايد يركب، الريد معناها يقرأ يعني تقرأ البايسيكل مالتك شنو هو كتاب هو؟ لا. أنت من راح تحل أدور على الحل، أشوف كلمة بايك معناها دراجة وريد يقرأ ورايد يركب، مباشرة أقول له رايد يركب الدراجة. طيب حتى إذا ما أنت ما تعرف رايد، شوف ريد البايك سيكل، لا مو رهمة. اللي بعدها يقول his favorite هوبي درينك لو هوبي ميلك، من أشوف كلمة حليب ميلك حليب أقول له درينك يشرب، خلاص الموضوع انتهى. طيب من أشوف السويمينج سباحة أقول له ليك، والله أنت نسيت البحيرة، تعال على هاي كيك، إيش جاب الكيك على البحيرة السباحة؟ إيش جاب يعني إيش جاب الكيك على السباحة؟ فأنت مباشرة تقول له الحل هو ليك اللي هي معناها بحيرة. التمرين اللي بعده يقول he is taking لو eating photography، كلمة eating معناها يأكل و take يعني يأخذ، photographer photographs يعني صور، من أشوف كلمة photo صورة أقول له take، والله أنت ما تعرفه، كلمة eat يأكل، إيش جاب الأكل على هذا؟ مراهمة. ستة عندك listen to يستمع إلى الموسيقى لو تنس، من أشوف كلمة يعني من أشوف كلمة listen to استمع إلى أقول له music
استاذ انا ما اعرف هذين الكلمات، احفظهم هسه انا قاعد اعطيك اياهم، احفظهم احفظهم يلا. شارك ويا هكذا، رايد يركب، حط ورقه وقلم واكتب رايد ابايك، يركب الدراجه، رايد ابايك، درينك ميلك، يشرب حليب، درينك ميلك، يشرب حليب، درينك ميلك، يشرب حليب، درينك ميلك، يشرب حليب، درينك ميلك، يشرب حليب. سويمينج سباحه وليك بحيره، سويمينج سويمينج سباحه وليك بحيره، اظل اعيد بيها لحد ما تنحفظ. listened to music، يستمع الى الموسيقى، اظل اعيد بيها واكتبها اكثر من 10 مرات. كنت اعرف طالب يكتبها المره الوحده الكلمه الوحده 40 مره وجاب بالامتحان انجليزي 100% على النشاط. التمرين اللي بعده يقول have a party، have a party يعني لديك حفله، ما يصير اقول لديك ويكند، لا اقول له have a party. السؤال اللي بعده make grandma يعني يعمل الجده، لا يعمل الكيكه، لا يعمل الكيكه، make a cake. فاحفظ لي make a cake، make a cake، make a cake، نعطيك اياهم اختيارات. send يرسل، يرسل الايميل، لو يرسل النفاخة اللي هي البالونة بالونات، لا أقول له send an email، يرسل الإيميل. عيد وياي send email، send email وإلى آخره. use يستخدم، used a scissors، يستخدم المقص، لو يستخدم الهدية، الهدية أفتحها أوكي بس ما أستخدمها قابل هي مثلا مقص حتى أستخدمها، لا use scissors، هذا اني نحفظه مثل اسمك، use scissors، use scissors، use scissors. خمسة write a list، يكتب قائمة، write a list، يكتب قائمة، write a list، يكتب قائمة. choose يختار، choose your birthday، لو choose your paper يعني انا اختار الميلادي، ليش هو عيد ميلادي انا اللي اختاره، لا choose up your paper يعني اختار الورقة مالتك، choose your paper اختار الورقة مالتك، choose your paper اختار ورقتك، choose your paper اختار ورقتك. هيج السؤال اللي بعده قايل لي correct لو incorrect، هنا من يقول لي correct يعني صحيح، incorrect يعني غلط. فاحنا نقرأ الجملة، الجملة الأولى يقول teacher هو الشخص الذي يعمل بالمدرسة، أقول له correct يعني صحيح. ثانيا hospital يعني مستشفى، احنا قلنا بالمستشفى مو لازم نقول دكتور، نجعلها جملة بيها دكتور ما بيها دكتور، اذا راح اقول انكوركت غلط. طيب الجمله اللي برا قايل سمر صيف، هوت حار يعني الجو بالصيف يكون حار، جواب صحيح. طيب اربعة يقول وي بلاي فوتبول، فوتبول يعني كره القدم، بلاي يعني نلعب، احنا نلعب كلاس روم يعني احنا نلعب طوبه بالصف، جواب غلط يعني احنا بداخل الصف نلعب كره القدم، لا بالملعب اي بالساحه اي. خمسة يقول pupil الطلاب go to school، يذهبون إلى المدرسة، الجواب صحيح لأن لازم تحفظه. آخر شيء قال لك الكوك الطباخ يعمل بالمطبخ in the kitchen، الجواب صحيح. هو وين يعني يشتغل؟ التمرين اللي بعده يقول I'd like to read a book، أنا أريد أقرأ كتاب، الجواب صحيح. ثانيا قال لي cook الطباخ flies plants planes، يطير الطيارات، الطباخ يطير الطيارة، ليش هو طيار؟ الجواب غلط incorrect، احفظن هيك. I'd like to go to the beach، اريد اروح للشط، الجواب صحيح. اربعة يقول when I was two، من كان عمري اثنين I can run fast، اذا واحد كان عمره سنتين يقدر يركض بسرعة، السنتين هو قوي يمشي اصلا، قوي يمشي تلقاه. ثلاثة يقول my favorite color is art، لوني المفضل هو art، ليش هو الارت لون؟ اذا اقول incorrect، لو قايل لي my favorite color is red، لون المفضل احمر، اقول له صح. I prefer winter، يعني انا احب الشتاء، ما بيها كل مشكلة، صحيح. الجملة اللي بعدها الدكتور work in، الدكتور يشتغل بال، قايل لك school و hospital، الدكتور مبينه يشتغل بالمستشفى hospital. ثانية قايل لي lesson الدرس، من قال لي lesson الدرس، قال لي winter الشتاء religion اللي هو الدين اللي هي الاسلامية يعني، من شفت listen درس اقول له religion، بالله انت ما تعرف كلمة religion، تعال على winter، ايش جاب الوينتر على الدرس، ايش جاب الشتاء على الدرس، ما قربط بيناتهم. ثلاثة من اشوف كلمة teacher مدرس او teaches يدرس اقول له teacher، الطباخ ما له علاقة بالتدريس، teaches يدرس او teacher مدرس، وهنا teach فهي teacher teach. اربعة elephants الحيوانات هي،
animals لا plants نباتات، لا ال elephants اللي هي الفيلة هي تعتبر حيوانات are animals. خمسة we listen to نحن نستمع إلى music. شوف هنا من شفت كلمة music موسيقى، من نشوف كلمة music اللي هي معناها موسيقى أقول له listen to قما play. من أشوف كلمة classroom يعني صف و lesson درس مباشرة لأن عندي lesson دروس فراح أقول له classroom يعني دراسة. جاب البارك اللي هو الحديقة على الدرس مو رهمة. آخر شيء عندنا هذا التمرين كلش كلش مهم أريدك تحفظ ليه. عندك كلمة بيك يخبز تجي ويا بريد وكيك وإن ذا أوفن. عندك جريت اللي هي يبرش تجي ويا الجبن وكروت جزر وين جراتر جريتر بالمبرش. عندك سبريد ينشر ويا الزبدة والعسل هذا نحفظ تحفظ إياه. يغسل يغسل الفواكه والخضروات. آد يضيف الزيت والفلفل أو الثوم. سلايس يشرح يعني قطع. أونيونز البصل. توميتوز طماطة يعني. وذ نايف يعني بالسكينة. عندك ميكس يخلط. وذ سبون يخلط بالخاشوقة. Everything together كل شيء مع بعض. وعندك آخر شيء peel يعني يقشر البرتقال لو البطاطا. هذني كلش مهمات وأريدك تحفظ ليهم.